اضافه الاسلام للاديان التوحيديه. وهذا الموضوع هذا يعني كيبين الاساسيات التي يختلف بها الاسلام عن باقي الاديان. نعم هناك امور مشتركه كثيره جدا ما بين الاديان كلها ومنها الاسلام، وفي نفس الوقت هناك امور اختص بها الاسلام المحمدي. اولا ان هذا الاسلام جاء هو الخاتم، يعني بمعنى انه هو النهايه، فلا بد ان هذه النهايه ستكون نسخه يعني كامله من الاديان، فهي تحتوي على كل ما في الاديان ولكن عندها خصوصيات، وهذه الخصوصيات هي التي سنتحدث عنها. ربما نتحدث عنها في ثلاث نقاط سنفصلها في المحاضره. النقطه الاولى هي الشهاده، ان الانبياء السابقين سواء في التوراة ولا في الإنجيل كيتسألوا يعني عن النبي الآتي، من هو النبي الذي سيكون في آخر الزمان. إذن هذا الانتظار النبي المنتظر فيتحقق في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الدين دياله اللي هو الإسلام. وهذا الانتظار لماذا ينتظرونه؟ لأنهم في الزمن القديم لم يكونوا مستعدين لأخذ الدين كاملا، وإنما يحتاج الأمر إلى وقت حتى ينضج الناس ليستطيعوا تحمل الدين الكامل. فكان الدين الكامل هو الذي جاء به محمد عندما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت هناك مجموعة من المشاكل في الأديان السابقة والناس اختلفوا، فجاء القرآن ليبين لهم الذي اختلفوا فيه ويعفو عن كثير. هناك أمور جرت بسبب يعني طول التاريخ والوقت، يعني منها يعني النسيان، منها الحسد ما بين الأمم ما بين الناس، وكل هذا أثر على الدين. فلما جاء يعني الدين في نسخته القرآنية فجاء يبين لهم الذي اختلفوا فيه ويبين لهم الأمور التي كانت بسبب الحسد أو بسبب الغيرة أو بسبب الحروب أو بسبب النسيان أو بسبب طول الأمد. إذن هناك أسباب عديدة أدت إلى تآكل الدين، ففي نسخة المحمدية كان الدين الكامل. الأمر الآخر هو أن هناك أمور في الدين غير مفهومة. الدين العالمي، نتحدث عن الدين الذي عند الأمم الأخرى، وطرأت عليه قصص وأخبار وزيادات ففي النسخة القرآنية كانت تسمى التلاوة بالحق، ستون ليكتور، مي ست ليكتور سي يعني ليكتور دو فيريتي يعني. فإذا هذه قراءة أو تلاوة، سمى القرآن تلاوة، في بعض الصور كيقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أو نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. إذن هي تلاوة بالحق، بمعنى كل القصص التي جاءت عند اليهود وعند النصارى في كتبهم تليت تلاوة جديدة بالحق. وهذه التلاوة الجديدة فيها تصديق أولا الحق الموجود عند السابقين، لأن دين محمد لم يأتي ليلغي الأديان الأخرى وإنما ليثبتها ويشهد لها ويطبقها يعني وينصرها إلى آخره. والثاني ليبين الأمور التي أضيفت والأمور التي نقصت. إذن هو جاء بمثابة المرمم للأديان السابقة والمكمل لها، لأن في الأزمنة الأخرى وكأن الدين كان يعني كان البشر غير مستعد للنسخة النهائية حتى ينضج البشر. فمع محمد نضجت البشرية، ولكن ولذلك فليس بعد محمد نبي، كانت هذه هي الرسالة الخاتمة. وهناك تفاصيل عديدة في هذا المستويات الدين على الأمور التي يحتاجها الإنسان، منها وحدة الإنسان
أن من أصل واحد وحدة العالم، أن وحدة المبادئ، أن هذه المبادئ مكتوبة على الناس جميعا، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني إلى آخره. وما نعيشه اليوم يبين حاجة الناس إلى هذا الدين الإنساني الذي ليس دينا عنصريا وليس دينا لشعبين أو للونين أو إلى آخره. فهذا الدين، وفي نفس الوقت هو يعترف بجميع الكتب والرسل وما جاء به هؤلاء الرسل. ولذلك كنوجد في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن هو اعتراف بجميع الأديان وتثبيت لها وشهادة لها وإظهار لها بعد أن تعرضت لمشاكل متعددة. هذا هو البيان الذي سيكون في هذا المحاضرة. شكرا جزيلا.